لو الحكاية فيها إن فيتو. اللجنة التي تشكلت الآن ووافقتم على تشكيلها، إذا عرض شيء يحتاج فصلا قضائيا سأحيل إليها الأمر، لأن عندي بعض المشكلات الآن. لا، هي اسمها اللجنة القضائية، لجنة التحقيق، لجنة دائمة للتحقيق، اللجنة التي ستقوم بالتحقيق. نعم، في بعض المشكلات تعرض لنا لمخالفات لائحية وتنظيمية، وكان بعضها قد يمسني شخصيا كمرشد عام لهذه الجماعة المباركة، وحق الشخصي أنا أتنازل عنه، لكن حق الجماعة لا بد من الحفاظ عليه، مكانتها ومرشدها ومكتب إرشادها له كل الاحترام والتبجيل من جميع الإخوان، بل أقول لكم من غير الإخوان، حتى أن أحدهم وهو رجل لا أزكيه على الله من أشراف مكة، عميد إحدى جامعاتها، عميد إحدى كلياتها، بل رئيس إحدى جامعاتها، قال لي: والله ما فتحت باب السيارة لا لملك ولا وزير ولا أمير، ولكني أفتح باب السيارة لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، احتراما لهذه الجماعة ولقدر مرشدها. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل. لهذا أقول: سنخرج نحن خارج دائرة أي خصومة، ولكن الخطأ سيحال إلى اللجنة ويعرض عليها، وهذا ما سنرتاح إليه، لأننا كنا في بعض الأوقات نعم طرفا في القضية ويعرض علينا الأمر كي نكون حكما فيها، وهذا لضغوط شديدة كنتم تعلمونها، أننا نتكتم أي مشكلة ولا نحب أن نعرضها. أما والآن مجلس شوراكم بفضل الله سبحانه وتعالى، منذ، لا أقول منذ ثورة يناير، من قبل انتهاء ثورة يناير، عندما وجدنا الفرصة متاحة لجمع مجلس الشورى، اجتمع مجلس الشورى فورا، لم يكن في وقت من الأوقات ونحن نمنع اجتماع مجلس الشورى، لأننا نحب أن نستأثر بمناصب مكتب الإرشاد ولا بانتزاع سلطات مكتب مجلس الشورى لمكتب الإرشاد. هذا أمر يجب مش نترفع عنه، نترفع حتى من التفكير فيه. لا يليق أبدا. إخوة لكم قدموا أرواحهم ابتغاء مرضات الله، يتمنوا أن ينالوا الشهادة في هذا الطريق، فلا يعقل أن يتصور، مش أن يحدث، أن المكتب يريد أن يأخذ سلطات مجلس الشورى ويستأثر نفسه ويؤثر نفسه بها. أنتم تعلمون إخوانكم أكثر مني، ولكني أقول لكم: عندما تتاح الفرصة، وها قد أتيحت، تعرض جميع القضايا وما تريدون أن، إذا أقول تنتزعوه، ما تريدون أن تأخذوه من حقوقكم فهي لكم، ونحن خادم في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وأنتم الهيئة العليا التي تدير هذه الجماعة، تعرض عليكم جميع القضايا وتقررون قراركم ونحن ننزل على قراركم. لهذا أقول: كل ما كنا نتمنى أن يحدث ولم نكن نستطيع أن ننفذه سترونه تباعا، وقد رأيتم بعضه وحتى هذه اللحظة. ولذلك أرجو هذه الجماعة التي نشأت على التربية وعلى حسن الصلة بالله عز وجل وعلى طلب الآخرة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نضبط هذه البوصلة صباح كل يوم. من أصبح، يعني كل يوم الصبح يضبط بوصلته على هذا الحديث، وهمه هم واحد وهو الله والدار الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لهذا أقول: أنتم وأنا وإخوانكم في مكتب الإرشاد
وجميع الإخوة المسؤولين في المكاتب الإدارية في حاجة إلى التربية، نحتاج إليها نبعا صافيا ومناخا طاهرا نتربى فيه ونغتسل فيه من أدران ذنوبنا وسيئات أعمالنا. ورسولكم صلى الله عليه وسلم قال والله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكان يسمع له في الجلسة الواحدة 70 استغفارا صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى معايشة تربوية، ابحثوا عن وسائلها، وقد بدأت الجماعة تعد بعضها، ليس لكم فقط ولا لإخوان المكاتب الإدارية فقط، بل للشعب المصري كله. وسننزل كل برامجنا التربوية والدعوية، وبإذن الله عندما تبدأ القناة بثها سنعرض كل ما عندنا من خير، فكل ما عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما دام من قرآن وسنة ومن دعوة لله عز وجل فهو خير، ليس لمصر بل للعالم أجمع. تفضلوا هذا ما عند الإخوان المسلمين، ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. أقول لكم وللعالم كله، ما عندنا من مؤسسات وأقسام بل وخبرات بشرية رجالا ونساء أشبالا وزهرات بجميع أقسام الجماعة وجميع أنشطتها في خدمة العالم العربي والإسلامي ومصر على رأسها، نقدمها إليه بيوت خبرة وطنية متطوعة مجانية. وبفضل الله سبحانه وتعالى عندنا دراسات لجميع المشاكل، وأولها المشاكل التربوية والأخلاقية والسلوكية، لأنه إذا وجد المواطن الصالح وجدت معه كل أسباب النجاح. ولذلك كان أعداء دين الله عز وجل بل أعداء الإنسانية والبشرية يحطمون الخامة البشرية أول ما يحطمون، وبعدها يسهل إضاعة كل المقدرات والممتلكات. فنعود بإذن الله سبحانه وتعالى كما علمنا الأستاذ البنا رحمة الله عليه أننا روح جديد، لكن هل نحن الآن روح؟ إن كنا الآن جسد فلن نستطيع أن نتحرك في عروق هذه الأمة، لن تستطيعوا أن تتحركوا في عروق هذه الأمة لتحيوها من جديد بالقرآن إلا إذا كنتم أنتم روح جديد، وليس لا فكر جديد ولا تنظيم جديد ولا عمل جديد ولا حزب جديد، أنتم روح جديد يسري في جسد هذه الأمة. وهذا التعبير موفق أن يصل إلى كل خلية من خلايا جسد هذه الأمة. أعاننا الله وإياكم على حمل هذه الأمانة، وهذا كل العباد إلى ما يرضي رب العباد، وثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. والسلام عليكم ورحمة الله.